اكو 10 دنانير و50 فلس على جدك ابو حيدر. يا واكو 14 دينار وربع على ابوك حيدر. يا و23 دينار عليك، يعني المجموع الكلي إيه؟ 47 دينار و750 فلس. هقول تمام حباب، امسح لي اياهم كلهم. شمسح؟ الدين ايش تمسح؟ كل الدين؟ اي لعد هاي انصاف الحلوة ما تسوى 47 دينار. ها؟ اي لا والله تسوى، بس اقول لك شوف انت متأكدة هي تقبل؟ على بختك اني سعدية، مفاتيح 601 كلها عندي. والله اذا هيك متأكدة هات هذا الوصل، راح اكتب لك وصل. يا استلمت من سعدية حيدر مبلغ قدره 50 دينار. ايه وهاد هذا الوصل. يا الله، ايه يعني هسه اني اطلبك دينارين وربع. بس انت طف اللي نار اللي بقلبي، خليها علي ولا يهمك، بس تقعد هنا انتظرني شوية. يلا انتظرك اني اقعد اقعد. رنين ام قلب الحنين، يعني الوردة يعني زينة النسوان كلها. ها لا ما عندنا دشاديش، لا تتلوقين سعدية. اقول ليش هسه دعوف الدشاديش. يا دشاديش جايتش بموضوع ثاني، جيتش بموضوع طارق. طارق صابونة؟ اي طارق صابونة يا ولي، هذا اللي الكل ما ينام 24 ساعة يفكر بيك. ايش هالحكي سعدية؟ عيب. يا ليش عيب؟ ترى هو رايدك على سنة الله ورسوله، وباعي شلونه رجال ينسند عليه مالي هدومه. اللي فلوكي بالاول اريد اخذ رايه وشوفي ايش يقولوا بعدين. يلا يا معوده، اذا على فلوكي سهله. فلوكي شلونك؟ مشتاقت لك موت. موت؟ اي موت 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 العافيه يا شلش. هسه بيتك فوق راسك يتفلش. هسه دعوف لي شلش وعوف بيته، اكو واحد جاي على امك يريد يتزوجها على سنة الله ورسوله. اي اعرفه، طارق صابونه، صار له كم يوم دا يقمص قدامها مثل الشمبانزي. عندي شرط. انت تشروط وكل شروطك تتنفذ. يجيب لي راس شلش.